للعام الثاني على التوالي يقام معرض الكتاب في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، لكنه يتميز هذا العام بمشاركة أكبر من سابقه بحسب مديرية الثقافة والمعارض في إدلب. نحن الآن في معرض إدلب للكتاب بنسخته الثانية. في هذا المعرض يشارك أكثر من 33 دار نشر ومكتبة. هذا المعرض الثاني. في العام الماضي شارك معنا تقريبا 15 دار نشر ومكتبة، يعني هذا العام كان الضعف تقريبا. أكثر من 17 مكتبة تماما ودار نشر من خارج المحرر. المعرض جذب محبي العلم والقراءة لتنوعه واحتوائه على معظم الكتب القيمة في كافة المجالات. يعني ما شاء الله عناوين كثيرة، يعني أحيانا يحتار طالب العلم عرفنا أو أي يعني مسلم بسبب كثرة هذه الكتب والعناوين، لكن في عندنا مشكلة الحقيقة، الأسعار مرتفعة. وفي أول يومين فقط من المعرض الذي يستمر 10 أيام بلغ عدد الزوار أكثر من 4000 زائر، وهي نسبة تبلغ ضعف نظيرتها من النسخة السابقة بحسب القائمين على المعرض. في اليوم الثالث من أيام معرض إدلب للكتاب بفضل الله عز وجل بلغ عدد الزوار ما يقارب 4500 زائر، تقسموا على اليوم الأول واليوم الثاني بنسبة تزيد عن السنة الماضية ب100% ولله الحمد. حتى الأطفال كان لهم نصيب في المعرض من خلال دور نشر مختصة بكتب الأطفال وتعليمهم، ولعلهم أهم شريحة في أي مجتمع فهم مستقبله. نحن كشركة مختصين بوسائل الأطفال سواء كانت كتب أو ألعاب من عمر السنة حتى عمر 15 سنة، نهتم بإخراج الكتاب بحلة جيدة ومميزة وألوان جذابة وزاهية للأطفال، بالإضافة لقسم الألعاب التعليمية والتربوية التي تساعد المعلم على دمج التعليم باللعب من خلال صناديق الحروف العربية واللغة الإنجليزية وبطاقات التعلم وبطاقات الذكاء. بعد أكثر من 12 عاماً على استهداف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بكافة أنواع الأسلحة بهدف تدميرها والانتقام من السوريين الذين رفضوا الضيم، يصر هؤلاء على استمرار الحياة والمضي بها نحو مستقبل أفضل.